يعني خطيرة شوية، واعرة شوية. السائق ديال الشاحنة ودراجة نارية الحجم متوسط، والسائق ديال الشاحنة العمال اللي كيخدموا في لوطوروت، يعني كان مرموك تقريبا جاي وعمر عليه مول الموطور، هو هرب على مول الموطور ضرب السيد واقف مول الشاحنة اللي خدام في لوطوروت، واقف ضرب واحد الضربة يعني لصقوا مع بارير ديال البلاكا، ضربة خطيرة. الحمد لله كانوا إصابة، ما داك السيد مرموك قصح شوية معت، حاولنا كيفاش الأصدقاء وداك الشيء اعتقلنا واحد شويه بلا تحت الروايد وداك الشيء، والناس الاخرين شويه الحمد لله الحاله ديالهم شويه طافيه وداك الشيء، الحمد لله تجاوبوا رجال السلطه وداك الشيء المعنيين بالامر وداك الشيء بجا كنخرج، وحاولنا نفس حاولنا نفس المشكل، حاولنا نسرحوا الطريق شويه، هي الاولى اصلا ما يمكنش دير شي حاجه الا ما سرحتي الطريق، درنا الباريير وداك الشيء على حساب باش يدوزوا الناس ما تكونش ازدحام وداك الشيء، وجاو رجال الشرطه الحمد لله الدرك الملكي، وكانت الامور بجهد الله سبحانه وتعالى والاصدقاء ديالنا الناس كلشي ساهم الحمد لله، يعني كاين الخير في الناس الحمد لله. سمعت بحال شي تفرقيعه ديال البواطه ملي خرجنا كنجريو، هذا الرموك كانت شاعله فيه بحال قلتي العافيه، الدخان خارج منه، كان هذاك واقف تمايا، الرموك هرب على واحد مول الموتور، ملي هرب على مول الموتور ما عرفت كيفاش مسكين تا دار، جات تحت الرويده، الرويده جات فوقو، تحاموا الدراري ولا الدرب الساكن كاملين جاو، درنا حجره راهي كتشوف، درنا حجره ورا الرموك الرويده اللورانيه باش قعدنا باش يكلم باش رموك ما رجعش على السيد، وعاود حولناه ولكن ما هزيناه ما والو، خليني حتى جات جا الامن وجات لابيلونس وداته ان شاء الله. هذا كان اونبان كيصوبوا في لوطوروت خويا، هذاك ديال لوطوروت هذاك واقف تما، هادشي اللي قالوا لنا هما مساكن، وهذا راه جاي خويا فاش ما خاصوش كاع يدخل عند هذا السيد الخط ديالو، هذا شاد الخط ديالو، هذا مول رموك مسكين اللي الله يهديه، راه كان جاي دخل خاف لي يقتل مول الموتور صدق، هو قصر راسو، هو جا تحت الرويده مسكين، وتجمعوا الدراري من هنا باش يهزوا الرموك، حتى هو منهم هذا اللي قاعدوا الرموك مساكن، وتعاونوا على الرموك باش نقتلوا ذاك السيد، لا باقي كيتنفس.